واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا قول الله عز وجل الذي خلقنا أخي الزوج الكريم وشبنا المسلمين. أنا أخاطبكم ونفسي أولا، يكفي لنا في حسن المعاشرة قوله سبحانه: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي ولدا صالحا. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، ينادينا الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وآمن في أوطان جميع المسلمين والمسلمات. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا ولجميع المسلمين والمسلمات أبواب رحمتك، وسهل لنا وسهل لهم أبواب رزقك. اللهم افتح أبواب الحرمين الشريفين لزوار بيتك الحرام، وللحجاج والمعتمرين، ولجميع زوار بيتك الحرام. اللهم افتح أبواب المدارس والجامعات في أنحاء العالم للطلاب والمتعلمين والمعلمين. اللهم افتح أبواب الزوايا للذاكرين والمسترشدين والمصلحين. اللهم افتح أبواب المراكز الدينية من الدعوة والتبليغ للدعاة والمبلغين. اللهم افتح أبواب المكاتب القرآنية لأطفال المسلمين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا. لا يكشف ولا يفتح هذه الأبواب إلا أنت. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأصدقائنا ولأعزتنا ولمن أوصانا للدعاء ولمن له حق ومن وإحسان علينا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.